وتبارك الله علام المدير. كيفاش تنوض الموتور تيكون ناعس ولا؟ الله يحفظك. مرحبا. دايمين تنهرش له. الله يودي. مرحبا. مرحبا. انا راه خلو الصراحه. انا بغيت نتفرج في الفيديو. اسمع الفيديو المحبوب يكون الناس. الله يودي. سلطان. سلطان. دابا انت مول المدير ولا مول المدرة ولا مول المنجل؟ دابا الا قلنا مول المدير، دابا المول المدير هو كما تيقولوا هو بوم. ضروري المدير. دابا هذا هو السؤال، دابا علاش اختاريتي انت تسمي المول المدير؟ مول المدير هو الرئيسي في الفلاح. اذا ما كان المدير ما غاتسقيش الفصا مثلا، الا ما كانش الفصا ما غاتهش المدرة، الا ما كانش المدير ما غتحش. ايش هو تيسبق؟ هو الصبع، هو اللي كيرد المديه باش تطلع الفاصه باش تحش. عاد يخدموا لي زوتي الاخرين. باش تحش بالمنجل عاد تهز بالمدره. الله يعطيك. اذا المول المدير ما جا هو الاول. الله يعطيك. اما المدره ولا المنجل جا هما ثانويين، اذا المدير هو الرئيسي. نعلم معلم نيشان. هذا الشيء علاش انا سميت مول المدير. لا صافي قنعتيني قدام مول المدير. وقنعتيني صافي ياك. لا صافي ما عندي ما نقول. ايوا حتى علاش حنا سمينا مول المدير باش مزيان نعرفوا على الفلاحه. الفلاحه الصراحه الناس باغين الطبيعه وباغين يعني اي. لا زوينه هذه الفكره السي طارق، مره تعطي الناس معلومات هكايا على الفلاحه على كذا، راه مزيان. ومازال تنتسناو منك المزيد. تسناك تهضر على كل هذاك الشيء، حيت الفلاحه دابا موسميه، كل موسم تتكون واحد نوع من الفلاحه. لا تهضر مثلا على الزيتون، الناس كيفاش شنا كديك الحلقه كيفاش يعني سقيتي داك الزيتونات اللي كبار، وهذه كيفاش تزني، كيفاش تختار الزيتون اللي مزيان، كيفاش كذا، فين يعني كما قلتي يعني بزاف ديال الامور صراحه ممكن يستافدوا منها الناس من هذه القناه. دابا اي وقت عنده فلاحته. واو. دابا هذا الوقت هذه الفلاحه ديالها كاين الزيتون كاين الرمان. المهم عندنا حنا في النواحي هنا ديال فقير مصالح كاين عندنا الزيتون، الاكثريه الزيتون. دابا حاليا الزيتون راه قريبا باقي لي واحد 20 يوم تقريبا ويبدا الموسم ديال الزيتون. بالنسبه للرمان حتى هو نقدر نقولوا باقي واحد 10 ايام تقريبا غيبدا الموسم ديال الرمان. تبارك الله على مول المدير. الله يبارك فيك. سيدي راه تهلايتي فينا. قربت حداكم هو يتحل الرزق. ما شاء الله. زيد السي مول المدير زيد. تبارك الله على السي طارق. اصدقاء القناه خاصنا نتهلاو فيهم وباش بشي حاجه طبيعيه. سيدي الله يعطيك الصحه. ما غتشوفوا. سيدي تبارك الله على السي طارق. لا سيدي لا. تبارك الله على السي طارق. واي سيدي تبارك الله. واش دابا الخير والبركه هذا؟ واش تيها الجلسه في هذا الجلسه في هذه البلاصه هذه؟ صافي راه الحياه الجمال الروعه يا اخي الروعه. تبارك الله على السي طارق. الله يكبر بك. كما تنقول لكم مرحبا بكم، شحال من مره تنقول لكم مرحبا بكم عند مول المدير. سيدي الله يعطيك الله يكثر خير. رانا دابا امغار محمد ومصطفى جاوا عندي اليوم ان شاء الله غادي ياكلوا شي حاجه طبيعي. خرج ديالي النور ما شاء الله والبيض ديال سميتو البيض البلدي. تبارك الله عليك. زويشه ها انتم شوف الزيت كي داير الروعه. شوف كي باقي شي حاجه طبيعيه. الا كانت شي حاجه طبيعيه كدوم كتبقى باللون ديالها. وان شاء الله غادي الطريقه ديال الخزير راه مهم. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه كيفاش كتبقى الجوده. احنا كنديروا واحد الطريقه كتبقى الجوده ديال الزيت كتبقى كما هي. تشتكى تدور الدور ديال عاد الزيت الزيتون انت خلي الزيتون انت الحلقه اخرى. ان شاء الله. السلام عليكم متتبعي قناه مول المدير. اليوم ان شاء الله جا عندي شي ضيوف اللي هو السي محمد والسي مصطفى امغار. مرحبا بكم. الله يبارك. كيداير السي محمد بخير؟ الله يحفظك. نعم سي مزيان. وتحياتي. الله يحفظك. مرحبا. دائما تنهيج تنهنشلو. الله يودي. مرحبا. مرحبا. مرحبا.
ايوا كيفاش جاكم الفطور ديال مول المدير البيو؟ عارف خوك عدو مع البيو؟ لا انا عارف ولد شوف شتي ابار الماكله سي طارق صراحه هاد البوليسه هنايا وانا تنميل لهاد الطبيعه والخلال انا راه خلوي بصراحه خلوي والله الا عزيز عليا هادشي ديال فهمتي الخلال نجلس في الطبيعه وكذا هادشي ديال المدينه انا صراحه تنتخنق وسط المدينه دن الناس ديال المدينه اللي باغي يجي مرحبا بكم خلوى عند مول المدير مرحبا انت يقول لي خلوي قلتي للناس ديال المدينه دابا غدا يهجموا لي مرحبا لا مرحبا شكرا على الاستضافه انت الطريق الله يودي مرحبا سي محمد نهار غليظ هذا مرحبا بالنسبه للمحتوى ديال القناه هو بطبيعه الحال هو كما تنقولوا شي حاجه بيو شي حاجه طبيعيه اي حاجه كما كتشوفوا هذا الفطور هذا راه البيض البلدي والزيت البلديه التمارو كاوكاو والخبز ديال النور حنا تنقولوا النور دابا هاد كاين بعض المصطلحات اسم محمد حنا كنتكلموا به حنايا دابا هاد القضيه ديال المدير صحاب واحد هو الناس نوى المدير كاين اللي سميتي كاين اللي كيسميه العتلاق كل واحد شنو كيسميه دابا انا سميتو ولكن دابا بنادم تيدير هو تيكتب ولا تيهضر بالطريقه اللي عايش بها في المنطقه طبيعي الحال نتوما هنا في النواحي حدا في قيم صالح بني ملال هذا راه تقولوا المدير حنا تنسميه المدير والناس المتتبعين فمرحبا اللي بغى يجلس بحال هاد الجليسه هادي ها ف مرحبا سي درك مهلي في هاد المشترك ديال القناه لا سي طارق صراحه كلمه حق هادشي كان غير ما يدير القناه سي طارق اللي راه دار بغى يتفرج في الفيديو يسمع ديك ديال مرحبا بكم الناس غادي يجيو يجمعوا عليك الله ودي سي مصطفى سي مصطفى شحال مره تنقول لك جي مرحبا بك شحال مره عارفين احنا جينا عندك يا ولا قبل علينا الله ودي مرحبا اللهم يسر سي طارق الله يحفظك خويا محمد تبارك الله عليك الله يسر الامور الله يكرمك اللهم امين يفيد الناس يعطيهم معلومات بطبيعه الحال مرحبا هذا هو واجب هذا هو الواجب ديالنا حنا ان شاء الله اما دوك صحاب روتيني اليوم راه عمرو اليوتيوب بالتفاهه موبين التفاهه شي حاجه تافهه بنادم خاص تلطيف الاجواء في اليوتيوب شي شويه خاص شي شويه ديال نزاحموا اهل التفاهه شي شويه ضروري الناس على الاقل يدخلوا يشوفوه بلايص سميتهم معلومات زوينين والحمد لله الحمد لله المحتوى الجميل والجيد راه بدا يتحرك كاينين تبارك الله شباب تيديروا محتويات قنوات اخرين يعني في تخصصات ولا ميم بوغ لي فلوغ تراي تيديروا فلوغات وكذا تعرف بلايص في المغرب بوان توريستيك هنايا وهنا وهنا كوميم بعدا ماشي بحال واحد الوقيته هجموا دوك التافهين تدخل تتلقى بلا ما نسميهم شنو يدعيو لهم كما تشوفوا القديم نقول لك نعم 15 شي بنادم تيكون بسيط تيكون بسيط تيكون ديال كلشي تيكون ديال الجميع الانسان اللي تيبقى يتصنع وتيبغي يعيش شي حاجه صراحه الجمال وكل البساطه البساطه هي كلشي كن انت تزدد جمالا كما تيتقال الناس في بالمناسبه اس محمد راه تبارك الله راه طاقه في هادشي ديال فاش محمد وفاش تا دابا الكواليس المباشره دابا علاش انا دابا علاش انا قلت ليه هكا باش هو غادي يعطينا المجال ديالو اللي كيرتاح فيه هو انا عارف شنو المجال ديالك ولكن بغيناك بغيناك شوف بغيناك الناس ديال متتبعين قناه مول المدير دابا شنو هما الاعمال اللي كدير انت انا عارف كدير شي حوايج بغيناك تقولهم انت الوظيفه ديالي ابار الوظيفه تندير الجرافيك ديزاين صحيت هادشي اللي بغيت نعرف التصميم الجرافيكي انا صراحه انا ملي كنت صغير كنت يعجبني هذا المجال دابا فاش كبرت قررت انني نطور الكفاءة ديالي فين الحمد لله دابا راه ولاو نخدموا الناس في داخل المغرب المغرب صراحة وليتي الناس تيشوفوا لاباج ديالنا وداك الشيء راه الحمد لله ايوا مزيان الله ما يسير في المغرب شركات كبار والله مالك الحمد هذا مجال تنبغي انا مزيان هادشي اللي كاين مرحبا
دخلوا اشتركوا على السي طارق الله يودي تبارك الله. المحتوى غادي يقدم مزيان في الجانب الفلاحي وهادشي ديال الكتيبه وهادي وهادي معلومات قيمه غادي يحط التجربه ديالو في كل فلاحه موسميه غادي يهضر عليها غادي تستافدوا معاه وتعيشوا الاجواء ديال الباديه وكيفاش تاي كيفاش تيحش كيفاش يشد الماء وهادي يدفع الحليب بزاف ديال اللعيبات داكشي ديال الباديه فهمت هذاك شي رائع جدا.